الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء دا باش دبيتها دو بشرة. دعاء عبادة. دعاء يكي بارستن. أي عبادة تصرف لغير الله هذا الشرك أكبر. هرشي دعائك بارستنية بو غيري خواي قورة بكري هو الشركة. من صلى لغير الله. هركس ينجك بوجه قال اخوي قال صام لغير الله روجو بقري بوجه قال اخوي قال حج لغير الله حج بكاد بغير اخوان طاف حول القبور وبدوري قبر كان سور اخوات اي عباده تصرف لغير الله هذا هو الشرك الاكبر هر شيء عباده يا بغير اخوي قال ربي او الشركي قوري الثاني من انواع الدعاء دعاء مساله دعاء طلب بشي دوم لا بشكاني دعاء دعاي مساله ودعاء دعوا كردنا اقول لك مثلا اعطني كاسه ماء هذا دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين. أما الدعاء دعاء طلب دعوة كردن دبيت الدوبة شو؟ أن يكون الطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. بشي كم وياك دعوة بكري على غير إخوان أشتيك أتنا إخوان جورا تواناي لسري هي. مثال مرأة تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه الولد أو إنزال الغيث أو الرزق. بون منا کس یک عفرت یتی بولای قبر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دوای من دالی لیدک یان دوای رزقی لیدک هذا لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فما بالنا وهو ميت اما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ناتوانم کاربک لکات یک ک زندوبو چجا اگر لکات یک ک مردوا هذا شرک اکبر اما شرکی گوریه الثاني ان يكون الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشی دوم دعوة كردنا لدروس كرابيك كتواناي لسري هي هذا يصح بشروط أربعة أما دروس تا بشوار مرج أن يكون الطلب من حي لا من ميت أبي دعوة كردناك لكسي زندوبية نك مردو وأن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان في الهند وأنا مثلا في السعودية أبي دعوة كردناك لكسي آمادة بيو آمادة بيت بون من نابي دعوة لكسي بكم لولاتي هندا منش ليرة للسعودية دانشتون وأن يكون الطلب من قادر لا من عاجز وده بي دعوة كردنك لكسي بتوانا بي نكسي بتوانا بي ده صلاة يعني مثلا لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول لا يتحرك أقول له اعطني كاسة ماء بون من ناكري دعوة لكسي الشلل بكم بلهم قلاس آهم بدري الرابع أن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع باور ما بیه چهارم باور ما بیه که اما تنها هوکاره نزیانی هیا و نه خانجاز فإن اعتقد أن بيد هذا جلب المنافع ودفع المضار هذا هو الشرك الأكبر اگر بروی وابو که اما خانجاز و ضرری بدسته او شرکی گوره اذا توفرت هذه الشروط الأربعة يصح الطلب من المخلوق وإلا كان نوعا من أنواع الشرك كواتا دروست دعوا بكريت لا دروس كرا وكان بمشوار مرجع أجرنا أو يك يقال الشجور يقال الجور كان الشرقي جورا مثل الدعاء الاستعانة أقول لك مثلا أعلني في حمل الطاولة أو الكرسي بون منا دروس تا بليم يارمتين بدأ دعوات لي بكم يارمتين بدأ بو هل قرتني أم كرسي أن أم ميزة نعم يصح بهذه الشروط الأربعة بلى دروس تا ببوني أو شوار مرجع فلان مثلا من الناس غرق في البحر كسيك لنا وبحرة غرق دبيت يناديك أنت على الشاطئ يقول يا فلان أغثني توش للربا للياواري الربارك إذا هاوار فيك أو داوت ليك يا رمتين بدأ هل يصح هذا؟ نعم يصح بهذه الشروط الأربعة يا ما درستا بل يا درستا شون كم شوار مرجعك إيتي دا نعم كذلك رجل يريد مثلا أن يقبل في المدرسة ويقول لك أريد أن تشفع لي حتى أقبل في المدرسة هون منا كسيك أيوه لقطاب خانة ور بكيريت دعوالة تو دكا دليت شفاعتهم بو بكو بو اوي لو قطاب خانية ور بكيريم يصح بهذه الشروط الأربعة دروستا لبربوني أو شوار مرجع إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة كان الطلب من الشرك والله أعلم أجر يك يقلم شوار مرجع تيدا نبو أو جوريك لجوركاني الشرك والله أعلم